سميتي صلاح الدين منصوري كنقرا في باري. مرحبا بكم في الفلوق الثاني ديالي. ديجا درت فلوق في واحد المدينه سميتها غوان كنت كنقرا فيها. دابا ما وليت كنقرا في باري قلت اجي ندير واحد البلان واحد ليدا زوينه بالنسبه ليزيتيديون اللي كيجيو لباري ولا يا اما كيجيو يقراو ولا كيجي غير باش السياحه ولا يعني بالنسبه اللي كيقطنوا يا اما في فرنسا ولا في اوروبا يعني هادشي كي ماشي كلشي. المهم دابا حنا كنتواجدوا في الشانزليزي في باري هانتوما نوريكم لاك دو تريونف. المهم ليدي ديال الفيديو هي غنوريكم ثلاثه الاماكن اللي يقدروا يدخلوا ليهم لي زيتيديون فابور يعني لي زيتيديون اللي كيقراو في اوروبا ولا في فرنسا يعني كيف كيف و ماشي بالنسبه اللي كيقراو في باري يعني دوماج يعني خصك تعطيهم يا اما تيتر سيجور ولا شبيه اليوم انك راك تقرا هنا وصافي. دابا غنوريكم اول مكان اللي هو لاك دو تريونف راهو تشوفو ان شاء الله نطلعوا ليه فابور ان شاء الله لي ستوديو غنعطيهم لاكارت وطلعوا ليه يلاه معايا. واحد الدروج باش نمشيو للجهه الاخرى وديكو حيت ما كاين طوموبيلات ما تقدرش تمشي نيشان تهود الدروج بحال تهود السوتيران ديك الساعه دوز للجهه الاخرى. دابا غندوزو للميزي دو لوفر اكبر ميزي كاين في اوروبا واقيلا الا ما كذبش. المهم بعدا اكبر واحد في فرنسا راه معروف عليه هو اللي فيه داك موناليزا. المهم نتلاقاو تما. هما الدراري حنا دابا كنتواجدو في ميزي دو لوف هاهو اكبر واحد عرفتي قداش راه كبير غنحاولو ندخلو ليه ان شاء الله فابور كلشي ديال الله. المهم اللي بغيت نقول لكم انه البارح مع يسم كنت مشيت ل داك لاغ دو تريونف الدخله ما طلبوش ليا كارت دي ستوديو كيطلبوا لك تيتر زعما تيتر سيجور ولا كارت دونتيتي كيشوفوك واش عندك ما بين 18 و 25 عام حيت دابا ما بقاوش كي اكسبتيو لي كارت دي ستوديو
تما بنادم منا كيجي كيزور ليهم ملي كيعدي ستوديو فهمتي يعني بنادم بداو كيعيقوا صافي ودابا داروا كارت ديدونتيتي باش كيعرفوك راك او موان راك تحت من 25 عام ايوا دابا كيف قلت لكم دابا ندخلوا ان شاء الله هنا لتحت من اللعيبه الصف راه كبير كان علينا نجيو بكري حاول تفقس بشويه بكري باش نجي الساعه ما عنديش مال فيها المهم نتلاقاو تحت ان شاء الله اللي معروف فيه بحال الموناليزا وشي حربيق ديال الفرنساويين المهم حتى الدخله ديال هنا طلبوا لي غير لا كارت ديدونتيتي يعني تكون عندك غير موان 26 يعني ماشي مابقاش داك اللعبه ديال كارت دو ستوديو حيت درتها العام اللي فات كارت دو ستوديو دخلت بها وعادي ولكن دابا هاد العام ما طلبوش كارت دو ستوديو نعرف هاد المشاهدة ديال العهد القديم لاج دو فرونس دراري شي نص ساعة وانا كنقلب عليها باقي غير الله الحياة السباغه ديال البانشور ديال لي ايطاليان واعرين المفطر اش فقد هاد الماتش تكون ديال شنو نشوفو مولة الشيء شحال على هاد الماتش هاي البوغوسا المهم الدراري دابا حنا سالينا مع الميزي دو لوفر دابا غادي ندوزو لشي بلاصة اخرى ان شاء الله يا اما نديكم داك نوتر دام كنيسة كبيرة هاد كنيسة اكبر كنيسة كاينة في فرنسا هي واقيلة المهم مزيانة ماشي من ناحية ديال الكنيسة زعما الدينية وداك الشيء ولكن المهم من ناحية ديال الديكور ودوك المسائل عندهم زوينة زعما اللي بغا يسرع عينيه وديك المسائل زوينة المهم صوا نديكم تما صوا نمشيو لشي بلاصة اخرى يلاه تشاو ناسيونال ديستواغ ناتشورال كيتواجد تا هو في السونتر ديال باري اللي بغا يقلب عليه يكتب غير السميه المهم هاد الميزي كي باش كيمتاز فيه الحيوانات و زعما حيوانات زعما بحال الغياليتي زعما واش دايرين اليوم تجميل ولا شي توشي بحال هكا والله ما عرفتوش مغياليزينو بطروات دي ولا شي تخربيقه بحال هكا اسمي زولوجي يعني هاد الموبل كامل في داكشي ديال الحيوانات مزيان الدخله راه كيف قلت لكم راه غراتويت بالنسبه للموان 26 المهم
علاش ما اختاريش كنيسه؟ حيت خفت لا يكون مشاكل وداك الشيء، يقول لك بنادم هذا داخل الكنيسه والدين والمسائل صافي. قلت اللهم ندير ميوزيك، حيت لي ميوزي هما لي اكثريه ديال لي زوندغوا اللي تقدر تدخلو لهم فابور فرنسا هما لي ميوزيك، حيت كي بالنسبه لداك الشيء ديال لي زيتيديون والمسائل. المهم ما نعطلكمش، ندخلو نشوفو ان شاء الله. يلا ديالهم فافور بالنسبه اللي عندهم ناقص 26 عام، ولا بالنسبه اللي عند لا بالنسبه لي زيتيديون ما بغاوهم، ما بقاوش كيطلبوا لي كارت ديتيديون، حيت راه كيف قلت لكم قبل يعني بداو كيشكوا بلا ما كيصوروا دوك المسائل. دابا كيقول لك كارت ديتون حتى كيشوفك ناقص 26 عام كيدخلك، سينو ما تدخلش. ايوا المهم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين يوتيوب، تابوناو حتى في الشين فيسبوك. المهم نخليكم ديديكاس الباز ديال كازا فيزا، وديديكاس باز ديال عاصمة الإجرام دار بيضاء. الله يعاون.